تحية طيبة لكم وتحية خالصة لكل من ضمن لنا اللحظة في الاستماع. لقنا متواصل وغنمشيو مباشرة. نرحبوا بالأستاذ محمد أحلمي أخصائي في التغذية. صباح الصحة والسلامة أستاذ ومرحبا بك. شكرا لك أختي سكينة، تحية ليك وتحية لفريق العمل وتحية للمستمعين الكرام، وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. أحوال طيبة على خير. بارك الله فيك. شكرا. مرحبا. إذا أستاذ معك اليوم غادي نتكلموا على الصيام وكيفاش المعدة ديالنا كيترمم او الخلايا المعوية ديالنا كترمم. هي فرصة باش الجسم ديالنا الصراحة كيجدد نفسه الى عرفنا نستافدوا من القيمة ديال الصيام طبيعة الحال. فشو اللي يمكن كيفاش يمكن لك توجهنا في هذا الباب، كيفاش نقدروا نعاونوا على هذه المسألة بالتغذية ديالنا؟ تماما. هو ويستمر عطاء الصيام وتستمر فوائد الصيام، وسبحان الله الشهر الكريم هو راه قرب يسالي. الحق الناس اللي غنساعدوهم راه دائما كاينين العام كامل، الصحه ديالنا اللي غنهتموا بها دائما راه كاينه العام كامل. هذيك القلوب اللي تالين في رمضان ما كرهناهاش تكون على طول السنه، وبالتالي رمضان هو محطه للتعلم، محطه لاخذ واحد الدوره تكوينيه. ملي كناخذوا واحد الدوره تكوينيه هذاك لو سافوار اللي كنعرفوه وداك العلم اللي كنتعلموه كنشتغلوا به، وبالتالي رمضان ليست محطه للعبور، انما هي بدايه يعني التغيير. فعلى طول الحلقات لاحظنا العديد من الفوائد على كل اجهزه الجسم، وكنت قلت انايا باللي ما كاينش مؤسسه او شي مختص او شي شخص او شي مختبر يقدر يحصي او لا يعد فوائد الصيام. الله سبحانه وتعالى قال وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. فعلى غرار العديد من الاعضاء اللي شفناها، اليوم غادي نشوفوا العضو اللي المستمعين خاصهم يعني يكون وحدهم بالاعضاء كامله، ولكن هذا العضو هذا عنده ميزه خاصه. علاش؟ لانه هو الجذور ديال الصحه ديالنا. ملي كتمشي انت تشوف واحد الوريده جميله او واحد الشجره طالعه بالاغصان ديالها بالاوراق ديالها بالفواكه ديالها، عاوتاني الوريده كتكون طالعه بالوريقات ديالها كيكونوا لامعين، داك الاغصان ديالها بالورده اللي كتكون جميله، هذاك الشيء كامل كيتغذى من الجذور. والجذور الانسان هما الاماء. اذا حلقتنا اليوم ان شاء الله غتكون على الصيام وتجديد الخلايا المعويه. كنلاحظوا ان جميع الامراض، وثقوا بي وهذه المساله هذه يعني سياتيه زمان وسيثبت الزمن ذلك مع العلم، ان جميع الامراض وبدون استثناء اصلها كاين في الامعاء لسبب واحد، هو ان مناعه الانسان 99% كاينه في الامعاء. كنلاحظوا دابا امراض اللي هي امراض العصر هي امراض راجعه للسلوك الغذائي ديال الانسان، قولون عصبي، جرثومة حلزونية، اكتئابات. الناس خصهم يعرفوا بلي الاكتئاب اصله من الامعاء. اذا الاكتئاب كيبدا بواحد الدرجه بسيطه كيدوز لدرجه متوسطه حتى كيطلع لدرجه اللي هي طالعه. شنو هو الاكتئاب؟ الاكتئاب هو نقص السيروتونين لا اقل ولا اكثر. داكشي علاش ملي كتمشي تاخذ دواء الاكتئاب كتاخذ لي زونتي ديبريسور سون دي موليكول اللي كيديروا لنا الغوكابتور ديال السيروتونين. شوف اي مختبر اي فارماسيان في العالم قول له شنو هما لي زونتي بيوتي لي زونتي ديبريسور غايقول لك سو سون دي موليكول اللي كيديروا لنا الغوكابتور ديال السيروتونين. يعني جسمك انت ما فيهش السيروتونين، والسيروتونين اين تصنع؟ 99% تصنع على مستوى الامعاء. قلت قولون عصبي، جرثومه حلزونيه، اكتئابات، التهابات، مرض سكري، التهابات، امراض القلب، امراض الشرايين، كل الامراض هي التهابات. والتهابات منين جايه؟ التهابات جايه من لا كونستيباسيون، من القبض في كيكون على مستوى القولون على مستوى الامعاء. التهابات منين جايه؟ جايه سكون نابل حنا لي زانترلوكين، سواء 2 سواء 6 من الانواع ديالها. وهاد الالتهابات منين جايه؟ جايه من الخمائر اللي كاينه في الامعاء. الخمائر اللي كاينه في الامعاء وخاصه البكتيريات غرام نيجاتيف مي كتموت كتخلي مواد كتعطي التهابات لا في الدماغ ولا في باقي الاعضاء كالاعضاء كيتسموا لي ال بي اس لي بوبولي ساكاريد. السمنه كذلك شفنا باللي السمنه هي عباره عن مشاكل على مستوى الامعاء. القولون التقرحي
يعني الناس اللي عندهم الاخ سي اش ريكتو كوليك ايموراجيك او القولون التقرحي، لا مالادي دو كرون، الناس اللي عندهم مشاكل في المزاج، الناس اللي عندهم الكونديدوز. والكونديدوز خصهم الناس يعرفوا باللي كتعطي مشاكل على مستوى يعني في الجانب الجنسي، يعني الناس خصهم يعرفوا باللي الكونديدوز تقدر توصل حتى الاعضاء التناسليه وتعطي مشاكل كبيره جدا، ضعف الطاقه من الامعاء، الميولات الغذائيه. كاين بعض الناس كيقول لك انا كنبغي ما كنتشهى شي حاجه حلوه ما كنقدرش نقاوم. هنا خصك تعرف بلي هذه الميولات هي ليست بميولات حقيقيه، يعني الخليه ما غتطلبلكش الحلاوه اللي كاينه في المحلي ولا في الحلوى، الخليه غتطلب لك التمر، غتطلب لك هذه. وبالتالي هذه الميولات هي مقرصنه من خمائر كاينه على مستوى الامعاء، الجلد والبشره، مشاكل الجلد، مشاكل البشره. هادشي منين جاي؟ انا قلت لكم الجلد والبشره بحال داك الوريض ديال مثلا واحد الغوزي او داك الورد الجوري اللي كيكون الورد ديالو جميل. فهذيك الورده هذيك راه ما كنسقيوهاش من الوراق، راه كنسقيوها من الجذور. وبالتالي جوف الانسان والجذور ديالك انت ايها الانسان هو الجوف هما الامعاء. وبالتالي حنا ملي كنقولوا الوسط الداخلي ديال الجسم راه ماشي ملي كندخلوا في الفم ديالنا، لا، حتى كندوزوا للدوره الدمويه. وبالتالي الجهاز الهضمي ديالنا حنايا هو جهاز اللي ما فيها باس نعرفوه، كيبدا بالجهاز العصبي، العين اللي كتاكل، الفم، المريء، المعده، المعده عاوتاني قدام البنكرياس، قدام الكبد، قدام الاعضاء كامله. من المعده كندوزوا للامعاء اللي مقسومه على جوج، امعاء دقيقه والامعاء الغليظه. الامعاء الدقيقه تاهي مقسومه على ثلاثه، سميتو لانتستان غريل، ديودينوم جيوجينوم ليليو، والقولون. القولون عاوتاني مقسوم على اجزاء ربما كتوصل حتى ربعه الاجزاء، القولون الصاعد كيتسمى القولون اسوندون، القولون ترانسفيرس، القولون ديسوندون، والريكتوم. يعني المخرج ديال الانسان فين كيخرج الفضلات، هذا هو الجهاز الهضمي ديال الانسان. فهاد الامعاء هذه من رحمه الله، جوج ميزات عند الامعاء ومن رحمه الله. النقطه، الميزه الاولى ان خلايا الامعاء تتجدد في 48 ساعه، زائد ان خلايا الامعاء لا تشيخ. يعني شي نهار في الثقافه العامه لشي واحد تطرح عليه شي سؤال شنو هي الاعضاء التي لا تشيخ، هي الامعاء. الامعاء عكس الاوعيه الدمويه، اسرع اعضاء تشيخ في الانسان هي الاوعيه الدمويه، والعضو الذي لا يشيخ هي الامعاء. الامعاء عندنا القولون، المعي الغليظ، وعندنا المعي الدقيق. المعي الدقيق فيه خلايا، هو كامل فيه لي زونتيروسيت، خلايا معويه. شحال المساحه ديالو؟ انسان بالغ الامعاء ديالو مطويين من الداخل، دي بلي، بحال واحد الزربيه دفعتيها من لهنا ومن لهنا كتطوى. كاين دي بلي، الا طلقناهم، الا خديتي انسان بالغ وطلقتي الامعاء ديالو كيعطيك ملعب ديال التنس. شفتوا الملعب ديال التنس؟ واحد بالغ الامعاء ديالك واصلين لهذاك المساحه، عضو كبير جدا. هاد الامعاء البنيه ديالها بسيطه ومعقده وممتن. بسيطه علاش؟ انك تكون من خليه واحده، لي زونتيروسيت. لي زونتيروسيت خليه لاصقه في خليه، خليه لاصقه في خليه، مزيرين مع بعضياتهم. القولون كذلك كيتكون من لي كولونوسيت. هاد الخلايا هادي إلا مشينا للقولون، القولون في لو ستاد امبريونير، في العمر الجنيني، مي كيكون باقي الجنين كيتكون، الدماغ والقولون كيتكونوا مع بعضياتهم، داكشيش كيبقى ذاك الارتباط إلى الأبد من خلال واحد العصب كيتسمى لو نير فاغ. وبالتالي القولون يؤثر على الدماغ والدماغ يؤثر على القولون. هذه الخلايا في تجديد مستمر. قلت أنا الخلايا ديال الأمعاء ديالنا شي شد في شي خليه لاصقه في خليه، لاصقه لاصقه، ما خصوش يكون ذاك الفراغ، لان هاد الامعاء ديالنا هي الجمارك ديال الجسم، هي ما يضبط شنو الحاجه اللي عتدخل شنو الحاجه اللي ما عتدخلش، يعني المناعه، لان راك داخل دوره دمويه، اما داخل لان من الامعاء فين كيدوزو؟ كندوزو الفين بورت. الفين بورت هو اللي كيدي للكبده، وبالتالي من الامعاء راه غدوز لدوره دمويه، راه ماشي اي واحد يدوز، ماشي اي حاجه تدوز من الامعاء تدوز للدوره الدمويه، وبالتالي خصها تكون مناعه قويه. هاد الامعاء يتسموا لي جونكسيون سيغي، لاصقين مع بعضياتهم.
بحال الا خديتي شي جوج نفاخات وزاحمتيهم ولصقتيهم حتى حاجه ما تدوز. دونك شنو اللي كيدوز؟ كيدوز كل حاجه تحت المراقبه. وما يضمن ان هذه الخلايا الشاده في بعضياتها هي واحد الماده سميتها لازونولين. هذه الماده هذه هي اللي كتخلي الامعاء شاده في بعضياتها، امتصاص، مناعه، جمارك ديال الجسم، حاجز مناعي، هذه كلها بكتيريا مناعيه زائد خلايا. كاين خلايا متخصصه تفرز المخاط على مستوى القولون وعلى مستوى الامعاء. داكشي علاش الناس اللي عندهم لا مالادي دو كرون، الناس اللي عندهم قولون مي كتحس انت بالالام في القولون وفي الامعاء، عرف راسك باللي فوزات في الاستاد افونسي. علاش؟ لان الامعاء راه ما فيهاش احساس، يعني مي كتكون الطبقه ديال المخاط، كتحيد هذيك الطبقه ديال المخاط كيولي الانسان يحس باي الم على مستوى يعني الامعاء ديالو. هنا كتكون مرحله متقدمه. كاين خلايا متخصصه كيتسموا لي سيلول اميكوس، خلايا تفرز كتحتاج عناصر منهم المغنيسيوم، منهم الكالسيوم، منهم الاملاح المعدنيه، فيتامينات كتحتاجها باش كتفرز هذا المخاط على يعني مدى الحياه وهي كتفرز هذا المخاط. بالنسبه لنقطه اخرى نشيرها هو ان الامعاء داخله في الجهاز الهرموني لو سيستيم اوندوكرينيا. علاش؟ لان باغ ديفينيسيون ان سيستيم اوندوكرينيا هو لو سيستيم اللي كيعطينا هرمونات اللي كتحط او نيفو اوندوكرين على مستوى الدم. والامعاء الناس خصهم يعرفوا يعني قلما تتم الاشاره وان الامعاء تفرز هرمونات كيتسموا لي زيكوزانويد، هادو عباره عن هرمونات تفرزها الامعاء. فلي سيلول اميكوس اللي كيوقع دابا هو هذا التغذيه كثره الاكل. كيف ما كان الاكل؟ كثرت الاكل، الاكل النوعي. الناس دابا مركزين على كل ما هو مصنع، كل ما هو حلويات، كل ما الانسان كيخلط بزاف، عندنا التهابات، نمو بكتيريات ضاره اللي كتعطينا الال بي اس لي بوليساكاريد، كتعطينا التهابات لي زانترلوكين، كتقاس هذه الماده ديال لازونولين. اش كيوقع؟ كيوقعوا هاد الخلايا المعويه كتبعد على بعضياتها. مي كتبعد هذيك الجمارك اللي في الامعاء ما كتبقاش خدامه مزيان، اي حاجه كتدوز. الجلوتين كيدوز، الكازيين كيدوز، البروتينات ديال الكاوكاو كيدوزو، البروتينات ديال الحليب كيدوزو، البروتينات ديال الأغذية، وبالتالي تعطي ما يعرف بالحساسيات. لأن البروتينات ما كيعرفهاش الجسم، الجسم كيعرف أحماض أمينية. عندك بروتين خصو يتقطع الأحماض أمينية، بروتين كيدوز هكا كتجي خلايا المناعية كتعرفو أن كور إترونجي، كتصاوب دي زونتي يعني هذا كتعتبرو أونتيجين، كتصاوب دي زونتي كور كديكلونشي سكون أبل لا رياكسيون ايمونيتير. هي الحساسيات وهي الامراض المناعيه، نفاذيه الامعاء، حساسيات، امراض مناعيه، اكتئابات، توحد، صراع، هادشي كامل جاي من لا ديسبيوز، العكس ديالها السامبيوز. السامبيوز هما بكتيريات كيعيشوا في تفاهم من خلال واحد اللغه. البكتيريات راه عندهم اللغه ديالهم كما حنا عندنا الانجليزيه والعربيه والتركيه، وهادي هما الامعاء عندهم لغه كيتسمى لو كوغوم. فميمي كوكوش داك السامبيوز كيولي ديسبيوز، ديسبيوز كيولي انسان صارع اكتئابات، توحد، امراض مناعيه، حساسيات، مرض السكري، لا مالادي دو كرون. هادشي كامل هذايا كيجي وكيجي رمضان. شنو كيدير لنا الصيام؟ هذا هو الهدف من هادشي كامل، فقط المعلومات هادو للاستئناس ونعرفوا الجسد ديالنا، هاد الجسم الجميل. فماذا يقع لما نصوم؟ يتم حرمان الخمائر من الغذاء اول حاجه، كونديدا البيكون، كونديدا تروبيكاليست، لي ليبوبوليساكاريد ما كيبقاوش، هادشي كامل هذا. كتنقص الالتهابات، كتنقص الالتهابات، هناك نقصان ديال العديد من السموم وبالتالي تعديل الميولات الغذائيه. الخلايا ميكوس كتنشط وبالتالي تكوين الطبقه المخاطيه بتفعيل الخلايا ديال المخاط. هادوك شرف الله قدركم كاينين دي بوش في الايام العاديه، كاينين الناس اللي عندهم دي بوش، راه شوف راه ما يمكنش يجي ويبان لك قولون عصبي هكا يعني دانسوا الكوب، هذه مستحيل. كاينين دي بوش واحد السيكان صغيورين كيخرجوا من القولون وكيبقاو تما كيتسماو كيعمروا شرف الله وقدركم بالفضلات وكيبقاو كيتسماو لي ديفيرتيكول. هادو ما كيبقاوش لما كيصوم الانسان، لما كيصوم الانسان تنشط الحركيه المعويه من خلال نظامين، نظام الحركه الدوديه البيريستالتيزم ونظام السي ام ام الكومبلكس موتور ميغون، هذاك التسونامي اللي كيدوز في الامعاء كيوليو لي زوند الموجات كيوليو يخدموا مزيان، وبالتالي كيولي عندك ما كيبقاش قبض. والقبض عقلوا عليها، القبض هو الجذر ديال كل الامراض، وبالتالي استرجاع داك الحركيه المعويه،
زائد تدميض هذيك الجروح الصغيره اللي كتكون على مستوى القولون على مستوى الامعاء، كتكون عندنا خلايا جديده ديال الامعاء وتشبيب الخلايا، طبقه مخاطيه قويه عفوا حركيه جيده ديال هذا القولون وديال الامعاء، وبالتالي التخلص من القبض. شنو هي النتائج؟ نفسيه جيده، ميولات غذائيه حقيقيه، الجلد والبشره كتولي عندها واحد النضاره، الامتصاص يصبح جيد، عوده الحياه للجسم. وتذكروا المثال اللي عطيتكم، الشجره تسقى من الجذور والورده تسقى من الجذور، والانسان يعيش الحيويه ديالو كتجي من الامعاء. وبالتالي الاهتمام بالتغذيه ديالنا خلال الصيام، فيقوم الجسم بواحد التجديد رائع جدا. ولاحظوا الناس، والله العظيم الانسان حاولي لاحظ، قال الانسان في رمضان واحد البشره واحد النضاره، وسبحان الله الوجه كيصفى، لان الوجه هو المراه ديال الانسان، وكيكون انسان عنده واحد سبحان الله واحد الرونق جمالي في البشره ديالو، في الجسم ديالو، في الابتسامه ديالو، والنظر يتحسن، الاعضاء كلها تتحسن. لكن ماشي من يمشي رمضان يمشي الصيام. نعم رمضان يذهب، لكن الصيام يستمر. إنسان يستمر على الصيام ويستمر على المبادئ اللي تعلمها خلال رمضان، من أجل أننا نستفد الحمد لله من هذه المحاسن كلها وهذه الفوائد ديال رمضان. مرحبا. مرحبا أستاذ، مشكور جزيل، شكرا على كل هذه المعلومات. لقائنا أكيد أنه مازال متواصل ومستمر. نمشيو نتوقفوا مع فاصل وراجعين، خليكم معنا.